السلام عليكم خوتي الماليه، تحياتي لكم جميعا. جيناكم اليوم في واحد الفيديو ان شاء الله تولعوا مع الحميمات. في نفس الوقت طلبا لواحد الاخ قال لي هضر لينا على الزغاليل، كيفاش نتعاملوا معهم منين يتفقسوا من البيضه، كيفاش نتعاملوا معهم حتى للصبا. المهم نحاول نعطي الحويجات الاهم والله يسخر الخوت كاملين. بالنسبه للحويجات الاهم اللي هما راه الماكله، ديما راه هاد الحويجات ديال الماكله يعني خاص الواحد يكون ضابطهم، يعني الحبوب شنو هي الخدمه ديالها، والبذور شنو هي الخدمه ديالها، والباقوليات شنو هي الخدمه ديالها، والحاج الروقي راه تيشرح لكم هاد الحويجات هادو، زائد الفيتامينات شنو هي الخدمه ديالهم، وزائد الاملاح المعدنيه والمعادن والعناصر النزيره شنو هي الخدمه ديالهم. يعني الواحد خاص غير يعني يفتح عقله ويحاول يخدمه ويشوف يعني المعلومه الصحيحه. اما غادي تبقى مثلا الوصفات تعطي مثلا التمر تعطي العسل تعطي هادي، راه زوينين هذوك الحويجات زوينين، ولكن راه الماكله راه تلقى فيها هاد الحويجات. ايوا نتمنوا الخير. بالنسبه المهم نشوفوا الحميمات ديالنا، هادو خلاص الاناث الكبار، هادو الزغاليل راه ولاو تبارك الله تيطيروا، كاينين واحد جوج ديال الزغاليل يلاه فطمناهم راهو ما تما، ومازال غادي نفطموا شي وحدين اخرين باش ان شاء الله نلاقيو هاد الانثى هادي مع الانثى الاخرى اللي محصله على 25 اسبيجون في الفيتاس، وخوها كان محصل على الرتبه 13 اسبيجون في الفيتاس، وهادي حاصله على الرتبه 10 اسبيجون في الدوميفو. وهاد العام تبارك الله لعبات وتقاتلات، واخا كانوا عندنا مشاكل في اللوفت وهادي، ان شاء الله غادي نقادو المسائل. هانتوما كيما شفتوا الزغاليل يعني تيدورو، هما راه تيطيرو غير تيطيرو كل واحد بوحدو. نمشيو نشوفو بعض الزغاليل الاخرين. هادو لي كوبل ديالنا راكم خلاص كتعرفوهم، وانت راه تبارك الله راه بيضات الحمد لله. سي البدعي يا حاولوا تخرجوا لنا الطوبي الله يرحم الوالدين، اما الطوبي اما الوزغي الله يرحم الوالدين، عندك تخرجوا لنا شي حاجه بيضاء. صافي صافي قالك صافي. هادو اللهم بارك خرجوا الزغاليل، سمعني نوريو غير نوريو الناس ماشي مشكل. هادو خرجوا غرابيين يعني تيشبهوا الكاتالوني، هادي راه بنت الكاتالوني، ونتمنوا فيهم الخير. هاني هاني هادو راه اللهم بارك ديما مدعسين، ايوا نتمنوا فيهم الخير، الامور راه مزيانه، وانت ديالنا راه تبارك الله بيضات، ونتمنوا فيهم الخير. كاينين عندنا عاوتاني هاد جوج ديال الزغاليل، ان شاء الله راه غادي نفطموهم. كيفاش كنفطمو الزغاليل ديالنا؟ يعني كنهزو ليهم الطابش، الا كان عامر صافي راه غادي خاص يتعزلو، زائد كنكونو مراقبينهم انهم تياكلو بوحدهم. ايوا نتمنوا فيهم الخير. هذا واحد الكوبل عاوتاني، وهاني هاني هاني يا صاحبي. المهم راه هادو غادي نحيدو من هاد البلاصه هادي، حتى هادو يعني الانثى غادي تمشي مع الاناث، والزغاليل غادي يمشيو مع الزغاليل. نتمنوا الخير. وليدات ديالنا نتمنوا فيهم الخير، جوج ولاد زيروسات وجوج لوفت فامي عثمان، ونتمنوا فيهم الخير مع سعيد الخراوي ويسخر الجميع الخوت. بالنسبه نهضروا على ديك النقطه ديال بالنسبه للزغاليل قبل ما يتفرقوا. المهم اول حاجه كما قلنا كنحاولوا ناخذ واحد السلاله تكون مزيانه، يعني سلاله كدير نتائج وبالاخص الاسبيجون هذه. المهم ما عندكش فرق حميمات صحيحين، الحمام اللي لعبتي به مثلا هذا العام وكان تيبوانتي وتيديكلاري المهم تيبين لك، هذوك الحميمات حاول تكثر منهم، راه غير حمامه جوج تكثر من العائله ديالهم راه تبارك الله تيجيب الله التيسير. المهم ما عليناش، قبل ما نزيدو لي كوبل خاصني لي كوبل ديالنا، يعني نهضر دابا على كوبل، يعني باغي نزيد غير كوبل واحد، وهاد الهضره اللي غادي ندير على كوبل يعني تقدر ديرها على كاع الحمام ماشي مشكل. مهم كوبل كناخذوا الانثى والذكر، كنشوفوا اول حاجه الصحه ديالهم، كاين الناس اللي تيديروا لاناليز يعني التحليله ديال الزقه وهادي، وكاين الناس عاوتاني اللي كيخدموا بعينك ميزان كما كندير انا، يعني كنشوف الصحه ديال الحمام. ملي كنشوف هاد الصحه كنشد الحمامه كنقلب الصدر ديالها، خاص تكون يعني الصدر يكون كما قلنا يكون طالع، لا فورم تكون طالعه،
زائد الرطوبيه ديال الحمامه زائد الوجه تيكون نقي ما كاين لا دمعه لا تريكومونوز لا والو. زائد الحاجه الثانيه اللي هي الزقه ديال الحمامه، كتكون الزقه يعني ان الحمام كتبينو بصحه جيده. فهنا دابا ما دويتش على الدواء، ما دويتش على هادشي الدواء، ما تعطيهم 15 يوم ديال كدا و17 يوم ديال كدا. تنهضر لك انا على الحمام، صحيح حمام صحيح صافي. المهم هذا هو، هادي علاش كندوي انا. كتزوج دوك الحميمات، كتكون توفر لهم واحد الماكله اللي تكون سبور، مره مره تتعاونهم. يعني مثلا عطيتي تعطي مثلا كيلو ديال الميلونج، تقدر تزيد واحد 50 غرام ديال زريعه الكيف. تقدر تعاون الحميمات مثلا بالزيت البلديه مع شي بروتين ولا فيردو بيير ولا هادشي مره في السيمانه، ولكن الماكله خاصها تكون ماكله ديال ليلفاج ولا ماكله سبور. هادو واحد الحويجات اللي ركزوا عليهم الاخوان، غير الماكله زائد البودر روج، لحقاش البودر روج فيها لي مينيرو، ولي مينيرو هما الاملاح، هما العناصر النزيره، هما الاملاح المعدنيه، يعني اللي كيديروا لنا واحد بزاف ديال الخدمات في الجسم ديال الحمامه، وخاصه تاكلهم الحمامه ديما كنوفروهم ليها. هما راه كاينين في التغذيه، بعض الحبوب والبقوليات والبذور راه تيعطيونا هاد الحويجات، ولكن كنحاولوا يعني نوفروهم ليها بالنسبه للبودر الروج. وإلا لاحظتوا الحمام راه تياكلها بواحد النسبه كبيره الى مده ما عطيتيها ليش، وإلا يعني وفرتيها لي يوميا راه تياكل داك القياس ديالو وتيزقى، لحقاش هو عارف راسو الا كثر من هادوك لي مينيرو راه كيديروا لي مشاكل. فيردوا البال الناس بزاف لي برودوي، الا كانوا جوج برودويات فيهم لي مينيرو يعني بحال النحاس بحال الكوبالت بحال الحديد بحال، الا كانوا في جوج برودويات يحاولوا يعطيو غير برودوي واحد. ايوا نتمنوا الخير. المهم هادو بعض النقاط. كما قلنا كنزوجوا الحميمات ديالنا، من موراها بواحد 10 ايام راه غادي يبيضوا. يعني في ديك العشر ايام كنحاولوا نقدروا نديروا الحميمات مثلا واحد 3 ايام ديال الجهاز التنفسي، ولا نقدروا نمشيو مثلا مع الحمام غير واحد يومين ديال خل التفاح. ولكن داك خل التفاح مهم، الا كان عندك خل التفاح استعملو، كان عندك شيء الاعشاب، بالنسبه لي انا كنستعمل شيء الاعشاب، لحقاش الا عطيتي خل التفاح فضروري خاصك تعطي البكتيريا النافعه من موراه، فكنعطيهم انا شيء الاعشاب. ممكن يقد الحميمات، يقدروا الاخوان يعني كل كوبل تسد عليه باش داك الذكر كيلقح ديك الانثى وكتكون متاكد منهم، فاش كيبيضوا من مورا راه كتلقهم. المهم ما عليناش، كتمشي مع الحمام مزيان، كدوز ديك العشر ايام يعني كدوز غير 6 ايام منها، كنحاولوا نبدا ندخلوا الحميمات واحد شي شويه ديال الدهنيات، بحال مثلا تنعطيو الزيت البلديه، بحال مثلا تنعطيو داك راه نعطيو الطوبينيرجي، يعني ماكله الطوبينيرجي كنزيدوها مع كنديرو نص مثلا سبور ولا نص ديال التفريخ زائد الطوبينيرجي. علاش؟ حيت دوك الاحماض الدهنيه خاصها ضروريه باش الزغلول فاش يكون وسط البيضه كيتغدى عليها، يعني ديك الاحماض الدهنيه هي اللي كتغدي لنا الزغلول، فحنا خاصنا نوفروهم في الام باش الام كتحطهم لينا هنا. غير كنهضروا على البيض ماشي، باش هذا الفريخ يعني يطلع لينا بواحد الصحه جيده داخل البيضه هنا يعني قبل ما يخرج. فالحمام فاش كيبيض لينا ديك المده ديال من مورا كنزوجوه، من مورا 10 ايام كيبيض لينا، فهنا كتبقى المراقبه ديال المولوع. اشنو هي؟ يعني كتنيطويي الا قدرتي ما تنيطويي الشرابه، ديما الماء يكون نقي، ديما الماء يكون نقي. ها نتوما ديما راه مع الصباح كيتبدل وفي العشيه فاش كنعطيهم الماكله كيتبدل، ديما خاص يكون الماء نقي. هذا الشيء باش تتفادى التريكومونوز، وتقدر تستعمل يعني شي منتوج طبيعي بحال دابا هذا العام هذا راه كنستعمل انا داك كوكسي تريكو. المهم انا نخلي لكم سميتو التصويره ديالو كوكسي تريكو بليس، راه تبارك الله الحميمات قدهم. اصلا هو فيه اعشاب طبيعيه تقريبا شي 11 عشبه، ودوك الاعشاب الطبيعيه من بينهم الازير والزعتر، فانا كنستعمل داك الازير والزعتر، لقيتهم تبارك الله في هذا المنتوج. هاني كنستعملو دابا الحميمات، راه كنعطيه ليهم يومين في السيمانه، راه تبارك الله الامور راه الحمد لله غاديه مزيانه. زائد داك راه زائد الكليت والبودر روج، هادو خلاص راه ضروري خاص توفروهم للحميمات. وهاد لي مينيرو البودر روج الكليت هادو الا ما عطيتيهمش للحميمات ديالك فراه الزغاليل غادي يطلعوا، يعني البريشي ديالهم عوج. هذا هو المشكل اللي تيدير البريشي عوج، راه ماشي الطاجين ولا الفراشه ولا البريشي داكشي باش يعوج، لا
راه بهاد الحويجات، لحقاش هاد الحويجات كيدخلوا في التركيبه ديال الهيكل ديال الحمام. كما قلنا فاش كيبيضوا لينا الحمام في ديك المده اللي قلنا دوزوا 10 ايام من مورا التزاوج بيضوا لينا، فمن موراها ب 18 يوم ان شاء الله غادي يفرخوا. فهنا في هذيك الوقيته اللي كما قلنا 18 يوم كدوز واحد 10 ايام كنديروا للحمام 5 ايام مثلا ولا 3 ايام ديال التريكومونوز، غير التريكومونوز، يعني تقدروا تستعملوا مثلا فلاجيل، تقدر تستعمل البي اس، مهم دواء ديال التريكومونوز. ولكن الا كنتي مثلا تستعمل واحد المنتوج طبيعي اللي مثلا يحافظ لنا على التريكومونوز في الجسم ديال الحمامه، فهذاك فلا داعي تعطي التريكومونوز. حنا كنحاولوا نخليو الحمامه يعني تكون خاليه من داك التريكومونوز، باش فاش كتفرخ لينا وكتعطي داك لولي جابو، يعني داك اللبن اللي تيكون الحليب اللي كتعطي الانثى ولا الاب، يعني تيكون خالي من داك التريكومونوز والفرخ تيطلع بواحد الصحه جيده. وهنا كنبقاو مراقبين التريكومونوز ديالنا باش ديما الشرابه نقيه. ما الا كان عندك شي معقم، شي مثلا بحال داك المنتوج ديال الافيدريس، المهم راه كاينين منتوجات اللي تيصاوبوا البي اش في الماء، تقدر تعقم بهم. غير انا كنحاول نركز على ديما كنغسل الشرابه صافي وكنبقى ديما هاني، ونتمنوا الخير لجميع الخوت. من مورا يعني فاش كيكبروا لنا الفريخات يتفرخوا كدوز واحد 6 ايام يعني كنباقيهم. بالنسبه للباقي راقبوا الاخوان، حيت بعض المرات الزغالي تيكبروا بالزربه ما كي يعني ما تقدرش تباقيه، تقدر تخرج عليه. المهم انا الا ما دركت شي واحد باش نباقي فكنخليه بلا باق، ما كنحاولش نعذب الحمام. وهذا ثاني حاجه، من مورا الفريخ يعني الحميمات فرخوا لينا، كبلوا دوك الفريخات طالعين، يعني دوزوا ديك 6 ايام ركبنا ليهم الخاتم. هنا كتولي الماكله كما قلنا مره يعني جوج المرات ولا مره في السيمانه دير لهم مثلا العصير ديال الخضره، يعني العصير ديال الخضره اللبن، ودير ليه الثومه، الباربا، البصله، سميتو خيزو. ولكن بالنسبه للبصله يعني الا كنتي غادي تصاوبو تعطيه في البلاصه، ما تخليهاش انها تبقى حتى الغد ليه، ولا هذا واحد النقطه. ولا حيد انت هذيك البصله ما ديرهاش، تقدر تزيد عليه واحد نص بنانه تفاحه. مهم هاد الحويجات فاش كتخلطهم كيعطيونا واحد العصير كتزيدو مع الاكل ديال الحمام. وهذاك الاكل يعني تقدر تزيد بودر، واش تقدر دير داك النبق الاخر، ومهم اي حاجه درتي، ولكن الماكله ديما الماكله تكون سبور. وكنحاول انا نحاول نخدم مع الحمام بما قل ودل. وهذا العام هذا راه كما شفتوا راه غادي معاهم بالماكله زائد بودر وجه الكريت صافي. وكنستعمل داك البرودوي ديال كاين شي الاعشاب وكاين داك الكوكسيتريكو، راه الامور الحمد لله راه مزيانه، حتى الفريخات راه بصحه جيده، الحميمات اللي مبيضين راه بصحه جيده، واخا ناقص غير شي شويه ديال النيطواياج. ايوا نتمنوا الخير. هذا واحد لوكر هو سديتو هنا باش نجيب الذكر اللي فيه الكابي والشار اللي كان زعنيقة، هو اللي غادي نجيبو نديرو هنا، باش نحاول نعطيه النتوه كما قلنا الاسبيجون. هو ماشي الاخ ديال هذا فيه الفالون الكابي الشار اللي كان زعنيقة، الاخر فيه غير الكابي والشار اللي كان زعنيقة. ايوا نتمنوا فيهم الخير. هادو الحميمات ديالنا. مهم هادشي اللي كاين، يبقاو الاخوان مره يزيدوا واحد النسبه ديال الجلبانه في الماكله، بوزغيبه مثلا العدس، الروز راه غني بالنشويات، الروز هو راه تعتبر من الحبوب وغني بالنشويات. وكاين واحد الوصفه ديال الروز، تشد غير الروز مالين الدار تيصوبوا الروز، كتشد داك الروز هذاك غير الماء ديالو، فاش كيتبخوا الروز كتاخذ انت داك الماء ديالو كتصفيه وكتخليه عندك في شي قريعه حتى تيبرد، وكتبقى تزيدوا الحميمات مع الماكله. هذا راه تيعطيهم واحد الطاقه اللهم بارك، علاش؟ حيت من النشا، والنشويات هما السكريات هما اللي تيعطيونا الطاقه للحميمات وتيغذيو الخلايا وبزاف ديال الادوار عندهم. ايوا نتمنوا الخير لجميع الخوت، تحياتي للخوت كاملين. انا تبارك الله مالك صافي ها فراسك اليوم غادي تفطم، اش فراسك هادشي عندك؟ انا واشنو بغيت تقول شي حاجه؟ واخ هذا الاب ديالو اللهم بارك. عندنا هنا واحد جوج الزغاليب، انا ديالي مالك هادو مساخ ديما سبحان الله، الدميم تيكون هاكا نيرفو تبارك الله، مطلعين فيهم هاد الصفاقيات
دابا هادو راه خوت الانثى مرجانه، ها هي الام ديالو، هذه هي الاسبانيا، راه حط ليها البيض ديال الانثى مرجانه باش فاش غادي نجيب داك الدكار وغادي نحاول نخليهم انهم يفرخوا لي دقه واحده ونخرجوا وليدات دقه واحده، وراه ما بقى والو ان شاء الله صافي غادي نحبس اخوتي التفراخ بركه عليا، غادي نفرخ فريخات باش غادي نلعب بهم، وهادي نتمنوا الخير على الحميمات اللهم بارك. في هذه اللحظه راه واحد جوج وليدات هما طارو، سمحوا لي اخوتي حيت نطلع الكاميرا هكا، راكم عارفين تيكونوا الناس في السطح ما خاصيش يتصور شي واحد ولا باش نبقاو هانيين. هادو راه طارو بوحدهم، ديك هاديك زيد زيد ازيد اصاحبي بيكينا الحميمات الاخرين. دابا هاد الجوج هادو هادو اللي طايرين ها هما خوتهم، راه كاينين عندي هنا في هاد السجينه هادي، راه يلا فرخو ها هما كاينين هنا كما كتشوفوا البدعي راه ما كاينش، عطيناه للمنافس ديالنا حيت كان خاصو شي ذكير، قلت ليه اجي خو دابا هذا 36 اسبيجون، الله يدير ليه الخير الله يسخر ليه فيه ان شاء الله. ها الحميمات الحمد لله نتمنوا فيهم الخير، راه ان شاء الله راه غادي نصاوب اليوم هذا الفاس هذا قريب، غادي تصاوب ديك سبوتنيك اللي قلت لكم فيها شي تقريبا 2 متر باش نصاوبوا اليوم واحد الجينه اللي تكون في المستوى، زائد نزيدوا ليها الفوق الدلاكيت وان شاء الله غادي يكون خير. هذيك اوليدي اللهم بارك اخو الصغير ها اخو هذيك فلك فلك صراحه هاد الولاعة مع الزغالي الله يتعلم كتخرجهم تيطيروا كل واحد فين تيمشي كل واحد فين شاده. هاديك هاديك ها هو تبارك الله ها هو جا ها هو فوق السور الحمد لله، باقيين يعني تقالين شي شويه، وين ان شاء الله فاش غادي نصاوب لهم كما قلت لكم هاد الفاس ديال السجنه خوتي راه غادي يبان الفرق، راه الفرق غادي يبان في الحميمات وغادي يكون غادي يكون الفرق نيت كبير، يعني غادي يبدا يبان لك حتى الصحه ديال الحمام الطيران بالاخص الطيران. هذا ما كان نتمنوا الخير، المهم حنا كنحاولوا نجتهدوا مع هاد الحميمات وما قل ودل باش نحاولوا نتحكموا فيهم، يعني الا كنت مثلا نفرخ واحد 60 ولا 80 ولا راه بزاف عليا، نفرخ غير نقدر باش غادي نقدر نلعب الله يسخر. مشاو الحميمات راه ما عندنا ما نديرو، اما باش نفرخ مثلا العدد باش نشيط واحد الحميمات نبقى لاعب بهم هادي بزاف، المهم نخرج الكاليتي اللي تلعب وديكلاري مزيان، وكل عام يعني كنصفي، وهاد العام سبحان الله هادوك هاد النتوى هادي والنتوى الاخرى تبارك الله لعبوا معايا مزيان، فدابا هاد العام يعني ركزت على هذاك الدميم هذا وحاولت ندخلو بين بعضياتهم، زائد عاوتاني الحمام الجديد اللي وصل لينا من كازا واللي وصل لنا من اسفي وكاع الحمامات اللي عطاوني الدراري، فراه خدمتهم بيناتهم عاوتاني مع الحمام اللي ضرب عندي، يعني عندي الاناث اللي ضاربين وادي والحمامات اللي عاطيين وادي، راه حاولت ندخل معاهم دوك الحميمات ونتمنوا فيهم الخير وصافي. هذا مكان مازال عاوتاني عندنا هاد الانثى وعندنا الانثى الاخرى مازال ان شاء الله، هذا ما غادي ما عادش خلو هادو ان شاء الله غادي نحاولوا تا هما ناخذوا منهم، هادي تبارك الله يعني حمامه اللي فيها قدره التحمل وكتلعب تبارك الله تات هي تقريبا يعني من 300 لفوق، ونتمنوا فيها الخير. كنت زديتها مع واحد الدكار المسافه ولكني ما عطاتنيش، واخا ولدها كان تيجي شويه معطله هادي داكشي ماشي هو هذاك. هاد العام ان شاء الله غادي نعطيوها حميمه في المستوى وغادي نحاولوا يعني نطلعوا الوليدات بواحد الصحه ممتازه، ها انتم تشوفوا الوليدات تبارك الله تيطيروا بواحد السرعه راه اللهم بارك، يعني الا بقات الصحه ديالهم ممتازه والامور مزيانه راه ان شاء الله غادي يكون فيهم الخير ان شاء الله العام الجاي ونتولعوا مزيان. هذا واحد من الزغالي اللي غادي نفطمو ها هو، هذا راه حفيد الدوبل كانو وحفيد الكاتالوني ومولد زبيده مع النتوى اللي دايره عندي 10 اسبيجون الاخ ديالها، راه ولادو راه كنت نديكلاري بهم تبارك الله الصحه ممتازه اللهم بارك. ايوا نتمنوا فيه الخير ان شاء الله، بحال قلتي هذا خو زبيده من الام وخو الاسبيجون 10 من لا
والاسبيجون اشرف الدوميفون هي عمته. ايوا نتمنوا فيه الخير ان شاء الله. هذا طلع تيشبه الاب ديالو، والاخر هو جيلي دابا. هذا خو هذاك الزغلول نيت، هذا ولد زبيده حتى هو. المهم راكم عارفين دابا الاجنحه ما يبينوهمش، تبارك الله راه الصحه ممتازه. انتوما حميمه طالعين نقيين، نتمنوا فيهم الخير. شو الاخر هو نوض الروينه كل نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. باقي واقيلا شي اربعه الزغاليل، هذوك حتى لغدا ان شاء الله وغادي نفطمهم. بحال قلتي هذا دابا حفيد الانثى الاسبانيه، ولاد الاسبانيه هما اللي غادي نفطم. ايوا نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. ها هما الزغاليل ديالنا باقي مباشرين شي شويه، اللي ماشي مشكل. هادو الجوج اللي عزلنا من السجنه الاخرى، هذاك ديال المسافه وهذا ديال الدوميفو، وهادو حتى هما ديال الدوميفو. ايوا نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. الاخرين باغيين يدخلوا ياكلوا دابا، فاش هاد الفريخات غادي يكونوا هنا، الاخرين فاش غادي يدخلوا وياكلوا غادي يشوفوهم تياكلوا، يعني غادي ياكلوا معاهم. وديما في البدايه فاش يلاه كتفطم الوليدات خاص ضروري يعني توفر لهم واحد شويه ديال الماكله، يعني مع الصباح شويه ديال الماكله، ماشي يعني تعطيهم قياسهم صافي وكتمشي معاهم هكا، باش حتى الفريخات ما كيوقعش لهم ديك لاديلو، ما تيوقعوا لهمش مشاكل في الجهاز الهضمي، حقاش هاد المشاكل تيكونوا غير من الجوع. داكشي باش خاص الماكله يعني تبقى في الوكاله، ماشي ديما غير واحد 10 ايام ولا بين ما الحميمات يوليو تياكلوا ويعرفوا البروغرام، وزائد الصوت ديال الماكله. ايوا نتمنوا الخير. هذا في واحد الدبانه وكنا ضربناه، والله الا كنا ضربناه في ديك الرشاشه ماشي مشكل. غادي نشوفوا شي حاجه طير هاد الايامات، ماشي غير هاد الايامات ديما، غير هو سبحان الله فاش كتصب الشتا كيولي شويه اغريسيف، ماشي مشكل. المهم نحاولوا ندخلوا دابا الحميمات، وقيل الوليدات راه جاو، باقي واحد الدولي ماشي مشكل. ندخلوهم، دخل 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 دخل، يلا زيد 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 زيد، دخل 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 دخل، يلا زيد 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 زيد. حقاش الماكله ما حطيتهاش لهم لداخل، داكشي باش يعني ماشي مشكل. يلا دخل 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 دخل، ولا شوفوا واقيلا داك الغراب يتخلعوا منه، ماشي مشكل. نحاولوا نرميو لهم ماكله باش يدخلوا، رمينا لهم ماكله هما تبارك الله راه دخلوا. الزغاليل دوك هاد بحال هاد الطوبي، ها هو راه مشى لليه، وهذاك اللي ملهيها هادوك يلاه البارح اللي فطمتهم معاهم ما خرجتهمش اليوم، يعني يدوزوا واحد 5 ايام هذا غادي نقدر انهم نخرجهم. فعزلنا معاهم دابا هاد جوج وليدات، ومازال غادي نزيد غدا ان شاء الله، راه غادي نزيد واحد 4 اخرين. ايوا نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. احنا غاديين دقه دقه، غير كما قلنا الحميمه تحاولوش بعدوا عليهم الدوايات، يعني ما تعطيش الدوايات صافي. الا كان فريق غادي مثلا يمرضوا هادي الجهاز التنفسي ولا تقدر مثلا تداويه وكذا، ولكن بالنسبه لي انا ما يحاول ما يمرضش، شوف المشكل يكون من السجنه. الماء ديما نقي وراه الامور كتمشي مزيانه. هذا الشيء اللي كاين الخوت، احنا مولعين. خلوهم زعما ياكلوا حتى تياكلوا مزيان، ونعطيوهم الماء يشربوا باش حتى الفريخات الاخرين فاش يشوفوا يعني الماء وادي تيشربوا حتى هما، تيعرفوا بانها شرابه. ايوا ماشي مشكل، حنا مولعين. وبالنسبه للاخ اللي كان سولني على هذه القضيه ديال
يعني الحمام من يعني كيفية التعامل ديالهم من الصغر ملي كيكونوا صغار حتى تيكبروا، فهاد الشيء راه شرحنا يعني في وقت السباق. انا بالنسبة اليوم راه شرحت كيفاش يعني التعامل معهم، داكشي راه بسيط، راه غير خاصك تعرف الماكلة، علاش هاد الماكلة وعلاش هاد الماكلة، راه هادو هما الحويجات اللي يعني الاخوان يردوا لهم البال. اما يلا دخل 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 ابو راس، دخل 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 دخل، يلا زيد 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 زيد، يلا دخل. هاد الاناث هما تيتزوجوا لينا ماشي مشكل. حتى الماكله الخوت راه سالت لي، راه غير مديباني معاهم بواحد كيلو ديال القمح وشويه ديال الرز شويه ديال العدس شويه ديال الجلبانه والفول شويه ديال الكاردي شويه ديال زريعه الكيف. حتى الغدا واقيلا ولا بعد غدا ان شاء الله ونجيب لهم الماكله ديالهم. هما الوليدات دابا، هاد الوليدات راه ماشي غادي نجيو غادي نطلقهم يعني الغد ليه، لا غادي يدوزوا واحد الخمس ايام ولا ست ايام في السجنه، عاد من مورا غادي يخرجوا و تيخرجوا بخاطرهم، يعني هما تيخرجوا تتخرجوا بخاطرهم، كتحل السجنه وتخليهم يخرجوا، وفاش غادي يوليو ان شاء الله يطيروا لينا مزيان ويشدوا الريتم وهادي، راه يعني غادي نبدا نقولوا للاخوان شنو يعني كيفاش كنتعاملوا معاهم وهادي. داكشي راه ساهل وهادشي راه فايت شرحناه، يعني الاختلاف فين تيكون، تيكون في السلاله صافي، النوعيه ديال الحمام اللي عندك هذا هو الاختلاف اللي تيكون، وما الطريقه التعامل راه نفس طريقه التعامل. نتمنى الخير لجميع الخوت.